teşekkür ederim. أهلا بكم أحبائي وفيديو جديد عن جوائز حفل الفراشة الذهبية في دورتها 46 لعام 2019. الفراشة الذهبية لهذا العام اختلف عن سابقين بسبب أزمة فيروس كورونا، فقد تم توزيع الجوائز من خلال توصيلها إلى أصحابها في منازلهم. يعتمد التصويت في مسابقة الفراشة الذهبية على تصويت الجمهور من جميع أنحاء العالم، ومن يصل إلى أعلى تصويت يفوز بجائزة الفراشة الذهبية. حفل الفراشة الذهبية لهذا العام حطم الرقم القياسي في نسبة التصويت، حيث بلغت نسبة التصويت 17 مليون شخص قام بعملية التصويت. النجمة ديميت أوزديمير كانت هي الوجه الإعلاني للحفل هذا العام. ديميت أيضا هي من قامت بتقديم الجوائز للنجمات الصاعدات. وعن جوائز حفل الفراشة الذهبية فهي كالتالي: أفضل ممثل لعام 2019 حصل عليها الممثل تينار أولماز عن دوري في مسلسل الطبيبة المريضة. أفضل ممثلة لعام 2019 حصلت عليها الممثلة إبرو شاهين عن دورها في مسلسل زهرة السنس. أفضل ممثل في مسلسل كوميدي رومانسي حصل عليها الممثل شغلر أرطغرو عن دوره في مسلسل العشق الفاخر. وعن أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي رومانسي حصلت عليها الممثلة بورجو أسبيراك عن دورها في مسلسل العشق الفاخر. ممثلة أبرار دينير عن دورها في مسلسل زهرة الزانوس. حصل مسلسل الطبيب المعجزة على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني لعام 2019. أفضل مسلسل كوميدي رومانسي حصل عليها مسلسل العشق الفاخر. أفضل مسلسل عبر النت حصل عليها مسلسل الشخصية. الكاتبة دينيز أكاش تحصل على جائزة أفضل سيناريو عن مسلسلها عروس إسطنبول. أفضل موسيقى تصويرية حصل عليها مسلسل كان يا مكان في تشيكروفا. خاصة في الحفل فقد حصلت جائزة النجاح حصلت عليها مسرحية أليس في دنيا العجائب بطولة سيرناي سالكاي وشكرا أوزدي هندز. المطربة هندسة هي أفضل مطربة بوب في حفل الفراشة الذهبية لهذا العام. كما تم اختيار مابلين مارتريس كأفضل مطرب بوب في حفل الفراشة أيضا. كما نالت المطربة زينب بيستيك على أفضل مطربة صاعدة في حفل الفراشة الذهبية، كما حصلت أغنية المطرب رايمان على أفضل أغنية في حفل الفراشة الذهبية. إبرو شاهين، إلايدا أليشان. Yıldızı parlayanlardan biri olmak ve bu ödüle sahip olmak benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, iyi akşamlar. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yıldızı parlayanlardan biri olarak bu ödülü alıyor olmak benim için çok kıymetli ve çok özel. هل جوائز حفل الفراشة الذهبية لهذا العام ذهبت لمن يستحقها فعلا؟ في انتظار آرائكم في التعليقات. شكرا على المتابعة.